اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا مع لاباس في غنيه مدينه باش نشوف الجورناليزم وان شاء الله نشوف الظروف الموزيه على فريق في تونس لخاطر قديم من الموزيكا المستهلكه في مهرجانات تو ينفذوا بها برشا جديد دونك نجموا نجيبوا ظروف اجنبيه فيها برشا بحث وبفلوس اقل من الفنانين الجبر اللي نتاعو تاعنا ونتاجرهم هم ياخذوا قاعدين يسالفوا في برشا جديد من غير ما يقدمونا موسيقى فيها بحر وفيها اختلاف. 28 دقيقة باش نمشيو مباشرة لتونس العاشرة مع زوج فنانين مع المخرجة الشابة سناء الأيوبي والفنان ماهر سميزة باش نحكيو على عمل موسيقي فرجوي جديد اللي هو رجال المدينة والبداية بالطبيعة باش نبداو بالنساء كما يقولوها سناء الأيوبي رحبوا بها ونقولوا لها أهلا وسهلا ومرحبا بك. عسلامة. مرحبا عدير ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الساقس. مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين اللي ديما يتبعوا في جديدنا ويحبوا الانتاجات الشباب الجديده واللي كلها روح وكلها حب وكلها تفاؤل ان شاء الله. هيك شنو قلت انا في ربما مقدمتي قبل ان اخذكم على ذكر المجموعات على ذكر الفنانين وانت ربطت بيان سور وخيطت وترست على التقديم نتاعي كل محبه زيدا وبتحيه موسيقيه نسلموا على الفنان والاستاذ ماهر سميده. اهلا وسهلا ومرحبا بك ماهر سميده. مرحبا بكم ومرحبا بالساده المستمعين الكل. ان شاء الله ربي يوفقنا بما نرحب بخدمه صراحه مش هذا الصح. اي يعطيك الصحه. هيك هي خدمتنا احنا ليل نهار صباحا مساء ويوم الاحد. هيك هي وفرحانين زاده فرحانين بالطبيعه. رجال المدينه عمل موسيقي فرجوي جديد باش نحكيو عليه بطبيعه تفاصيل نتاعو باش نحكيو عليه موسيقيا اخراجيا لكن قبل هذايا كيفاش تعرفت على سناء الايوبي المخرج سناء الايوبي وكيفاش سمعت فيها معناتها؟ والله صدفه صدفه جمعت بين سناء بينت يعني حكينا مع بعضنا في العمل هذايا خرجنا حاجه ممتازه حلوه عجبت الناس ممتازه مش انا نفسي انا خاطر في المفروض المعمعة متبقينا ناس يعني التفاعل نتاع الجمهور نتاع مديري المهرجانات نتاع الانتراج نتاعنا موهبه هذا شيء قيم النجاح نتاع العمل دونك يعطيها الفرحه صراحه يعني حصلت تمثيل عجيبة في العمل نتاعنا. إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله. أكيد من حسن إلى أحسن تو نرجع نحكيو ربنا على الخسائر الموسيقية تاع العمل هذايا ونمشيو توا العنصر الفرجة والإخراج مع الفنانة سناء الأيوبي إن شاء الله اللي بعد تيرنات قليلة برشا بعد شويعات نجمو نحسبوها واحد أوت عارض مميز في مهرجان بنزرت الدولي وعودة قوية لمهرجان بنزرت الدولي خلال السنة الفايتة معناتها الماضية والسنة. احكي لنا على تحضيراتك لعرض ميار الحرية الصغيرة التي تغني ميار. عايشك عزير نشكرك برشا. اون فيت انا توا في قلب بنزرت بعد 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 عرض زيال عرض اللي عملناه في الزهره لعرض حاضره رجال المدينه مع بقياده ماهر سميده وانتاج شركه مابرود. كان عرض رائع رائع جدا وتفاعل معه الجمهور والحمد لله يا ربي كما قال ماهر تعب ما مشاش خساره. الاولاد تعبوا برفوا صبحوا قايه في القايله في السخانه تعبوا بكدا بكدا ومعنا ديجا الشيخ بشير ديجا نحييه برشا برشا اللي هو يعني العنصر كما نقول بونا في الشخصين في حضره رجال المدينه. انا توا في بنزرت تحضيرات مع ليكيب فما استراتيجي دو ماركتينغ فما التعليق لي زافيش لي بارتاج دي فلايور فما لي بارتاج دا على لي باج فيسبوك فما دي جو ا غاني بالنسبه للسبيكتاكل. عملنا مبادره من شركه مابود عملنا مسابقه صغيره للصغيرات توا نعرفوا سيف يعني فما برشا انشطه ينجموا يقوموا بها صغيرات. عملنا مسابقه في الرسم يعني اعز صوره للحوريه الصغيره ميار باش تفوز بتذاكر وفما زاده دي بون دو ريدكسيون مشكورين كارتاجلاند اللي هما وفرونا 3000 بون دو ريدكسيون للعباد اللي باش تشري تذاكر واللي تشارك في المسابقات زاده موجودين على باج فيستيفال انترناسيونال دو بيزيرت. نحيي مهرجان بنزرت الدولي كما قلت ديما يشجعوا
منطقة شيبان، نحيي سي مادي سيفاوي، نحيي العباد الكل اللي سهرة على المهرجان. الحمد لله السنة لقى نجاح لكل الحفلات لحد الآن، والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله نجاح كبير. إيكيبا حسب كما قلت لهم توش لبوا الحمد لله، يعني العروض الكل كانت ناجحه. إيكيبا محليها يعني متاع مهرجان بنزرت، متعاونين متفاهمين كلهم ديزان تبارك الله، يعني ديما فما عمرنا لمشينا وقصدنا في حاجه ورجعونا الحمد لله يا ربي. العباد الكل في بنزرت وفي تونس ومن ولايات الكل يعني بريسك تكلم فينا تنتظر في عرض الموسيقي المسرحيه الموسيقيه الحوريه الصغيره ميار، اللي هو العرض العائلي الوحيد، يعني عرض الموسيقي العائلي الوحيد موجود ديجا في مهرجان بنزرت وفي تونس ايضا. النوع هذا نتاع المسرحيات تعودنا في ديزني الكل، نقول لك حاجه تقريبا كلهم يفتقدوا الاعمال موجهه للعائله وللاطفال. اي تقريبا معناتها يمكن بنزل فما استثناءات اخرين عائلات نتاع سحار ولا اي معناتها العروض هذه الموسيقيه الفرجويه اللي فيها بحث وكل تقريبا في بيدي بنزلت الوحيده وبعض المهرجانات الاخرى. اي نحب نحكي حاجه جديده، اكيد النجاح نتاع ميال وال صغيرة مازال متواصل، مازال في شذور المسرحية هذيا تو إن شاء الله نشوفوها زيدا تمثل في أفينيون في فرنسا في إن شاء الله. خاطر النوع هذا مطلوب تو تشارك في المسابقات، دونك أكيد معناتها من الحكاية هذي والشهرة والثقة والبحث والإبداع اللي في المسرحية هذيا يخلي أكيد برشا فنانين وبرشا موسيقيين وبرشا مبدعين يعطيوا الثقة في ثناء الأيوبي، وربما هي زادة تجرب طاقاتها، ربما كان إلى طاقات هذيا وتفجرها في أعمال أخرى منهم أعمال معناتها حضرة رجال المدينة. أحكي لك كيفاش لقيت التجربة هذيا نتاع رجال حضرة رجال المدينة، ربما عمل مختلف ويجب تفصل بين تحضيراتك الميار وبين المدينة حضرة رجال المدينة اللي هما تقريبا في نفس الفترة. في نفس الفترة. بون الحمد لله يا ربي، يعني واحد ديما يقول الحمد لله ورضيت الوالدين. يعني واحد يخدم كما نقولوا بقلبه ربي، يخدم يحب الحاجه اللي يخدم فيها. نحب نعطي بالحق، نحب يعني الحاجات اللي تعلمتهم وقريتهم ونحيي اساتذتي وبروفيتي والديريكتور نتاعي يقبل في لي فيستيفال انترناسيونال دو كارتاج في بيكسل وان ستوديو في التليف زيد خدمت، يعني تبارك الله يعني مشوار طويل طويل برشا تعديت، يعني من من من, من هندسه الصوت الى البرودكسيون الى الانتاج للسيري 3D الى الاخراج الى الكتابه الى التاليف. يعني كما نقولوا انا ما وصلت للبوان هذايا اليوم الا بعد يعني تعب كبير برشا، وتعلمت برشا حاجات من القرايه بيان سور، وانا يعني متحصله على الاجازه التطبيقيه في هندسه الصوت، ومن بعد عملت ماستر بروفيسيونيل اون ديريكسيون تكنيك، ومن بعد عملت ديبلوم في توسكي اكريتور دو نتاع التقارير الاذاعيه، وعملت زيد كوتشينغ، يعني حاجات هذوما الكل. انا ديما نبحث ديما نتعلم ديما نلوش، هو اللي علم اكثر حاجه انا توا من هوني من موقعي انا النداء لكل طالب ولكل عبد يقرا مازال يقرا، امان ما تقراوش اكهوم، يعني ما تكونوش محصورين كان بالقرايه. لي ستاج مهمين برشا برشا برشا، تتعلموا برشا حاجات في لي ستاج نتاعكم، امشيو بربشوا القاو حتى خدم مثال حتى باش فلوس. انا كان نحكي لك يعني يعني المراحل اللي تعديت بها في حياتي دي ستاج، فما لي بي فما نو بي فما، يعني اول خدمه كانت عندي في المساعده في الاخراج مع سيد منير العرقي نحييه برشا برشا، والفنانه الكبيره ليلى الشابي في ليله في حلق الواد سمير العيادي الله يرحمه، كانت اول تجربه ليا، كنت فتاه صغيره عمري 19 سنه ولا 20 سنه، دونك كانت تجربه مزيانه برشا. وقعدت 3 سنين ديجا عملنا تورني بها، كنت مساعده في الاخراج. يوم ادراك معناتها في ذكرى كبيره بالسفر. بالطبيعه هذيك اول تجربه لي، وكان مشكور برشا سي منير العرقي وليلى الشابي، محمد علي دمق زاد معانا، اماني بلاج، وهيبه زاد بنت ليلى الشابي. كانت تجربه مزيانه على الاخر، وتعلمت فيها برشا حاجات، ويمكن حبي للاخراج وغرامي الاخراج كان سبب هذا الكل يرجع لسي منير العرقي اللي هو استاذي وكيما نقول الاب الروحي نتاعي. نحييه زاد تشجيعه ديما، هو يشجعنا ديما، يعني يلوش شنو يعملنا جديد فما، يسالنا تبارك الله. يعني انا نداء بالحق كما قلت للعباد الكل اللي تقرا واللي يعني تحب تتعلم، مش لازم انك تخرج برا ولا تسافر، انا خرجت محل البرا، اما لازمك تتعلم في تونس وتحط دم قلبك في بلادك وتتعلم وتعلم غيرك، وما تشدش المعلومه مش خاطر تعلمتها تشد على غيرك. والا
دونك اي دونك بالنسبه للتجربه نتاع حضره رجال المدينه بقياده مير سميد نحييه برشا برشا. كما قال كان الصدفه كنت انا في بصدد يعني في التمارين الاخيره نتاع لاتي سيرين مايال في دار الثقافه نتاع ببلعسل نحييه عليه زاد ديما يوفر لنا الفضاء للتمارين نتاعنا وديما يشجع العروض الجديده. كنت في الفضاء جاء صدفه عنده زاد هو تمارين تقابلنا حكينا شويه يعني حكي لي على المشروع نتاعو. انا بطبيعتي نحب المغامره ونحب برشا اني نخوض تجارب جديده في حياتي. كان صعيب عليا شويه من الاول وقلت لي تبارك الله وفيها 50 عنصر يعني انا ده مثلا كوميدي ميوزيكال نتاع لاتي سيرين مايال فيها 12 كاو هذه فيها 50 يعني يا قلت يا سنه يا باش حاجه تنجح وتبارك الله يعني نقوي المسيره الفنيه نتاعي يا واحد يرجع بتولي. الحمد لله يا ربي برضاية الوالدين كما نقولوا وربي واحد يعطيه ديما على قد قلبه. ماهر شخص طيب برشا ربي زاد يعني قلبه كبير برشا يعني حطنا جمعنا ما بعضنا في العمل هذا حضرة رجال المدينة باش نعملوا عرض متكامل نجم نقول نوعيا. يعني فما مزج بين الموسيقى الروحية والصوفية وبين الآلات العصرية مزج بين خيرة الشباب وكما قلت شيوخنا اللي موجودين على الحضرة. حضرة رجال المدينة هي كما نقولوا الأصل. غنيت مزيانة يمكن فما 14 15 مزيانة يعني اختارها ماهر بكل دقة وبكل كما نقولوا في ناس مزيان مزيان على الاخر عجبني انا ديجا كي حضرت في الفيلاج ولاني معاهم. فما تناغم كبير في الاغاني توزيع مزيان توظيف ياسر حلو يعني كل لمسة سحرية اللي عملها ماهر في الموسيقى اعطات روح حلوة. كما قلنا دخلت انا بالاخراج بمساعده يعني بالمساعده في ليكيب كيفاش الكوريغرافي كيفاش الدانس كيفاش تدخيل كما نقولوا نحن فما يعني مؤسسات في العرض اللي هي تكون موجوده كما الشمع كما السناجق كما الكوريغرافي نتاع البنات. دونك حاولت بلي نجم في المده القصيره هذه كنت عمل معاهم لمده اسبوع بركة. الحمد لله يا ربي تعبنا شويه صحيح اسبوع توقيت اي توقيت قياسي الحمد لله الحمد لله بالحق الحمد لله يا ربي ونشكر ليكيب الكل تبارك الله يا عبير ماهوش في وجوههم اما كي دخلت دار كبيره وعرفت عبيد بالحق يعني ما كنتش نتصور انا يعني كنت في مخي اني نحب نخدم عمل هكا كبير ولا حاجه كنت مجهم عليا كيف باش نبدا وشكون هم العبيد وانا بحكم يعني علاقاتي اكثر في السينما في المسرح في مثلا في السفارات ولا مع لي جورناليست اما في الدومين هذا نتاع المزيكا بون نعرف تبارك الله اشرف شارقي نعرف بعض الاسماء اما باش تخوض تجربه نتاع حذره وهو نوع مطلوب برشا توا في المهرجانات الصيفيه ولا في العروض حتى في الشتاء حاجه مزيانه ترجعنا لتراثنا ذكرنا بتقاليدنا. زادة فما يعني حاجات هو العمل كما قلنا اسبوع بركه اما مازال يتطور يعني كل عرض من عرض الى عرض فما تغييرات فما تحسينات ان شاء الله الى الاحسن باش نحاولوا برشا ان نركزوا على الموروث نتاعنا الثقافي التقليدي التونسي حتى في الديكور في لي كوستيم باش يعني باش نحاولوا نزيدوا نخدموا اكثر على الديكور على الكوستيم على الرقصات على التدخلات الكل نتاع العباد. نحيي ماهر برشا برشا نحيي زاده مرته سيده هدى اللي هي زاده تعبت برشا في العمل هذا نحيي محمد ياسين ليكيب الكل الشيخ بشير تبارك الله عليهم فريمون تجربه مزيانه مزيانه برشا وان شاء الله يا ربي بالتوفيق. اي ابقى معنا نرجع مع ماهر جديده ونحكي أيه. موسيقيا كما حكيت توا يعني المخرج الشاب خليكي حاجه باش لا لا باش نحكي موسيقى كما قالت انه الاعمال هذيا بالحق مطلوبه برشا وفما برشا اعمال ما عطتني ولات الحذره لكن ماهر سيدة كما اقدم على التجربه الجزية اكيد تقول له فما برشا اعمال فما اعمال تبقتني ما يزنيش نكرر ما يزنيش نتيح في التكرار شنو معناتها النجم نقولوا التوجه الاخير البسمه اللي حبيت تحطها الوجهه اللي خليتها باش يكون العمل نتاعك مختلف وشنو يمكن الكونديكتور اللي باش يربط العمل معناتها موسيقيا بين اول مرتو باش تقدموه اخر مرتو باش تقدموه. نحب نقول لك اول حاجه اللي هي رؤيه. رؤيه فنيه تنجم تكون مختلفه. مختلفة من نواحي كونه أنا مولود في نحن مختار حضرة مزيج بين برشا طرق كما
الأشياء الشذوذية والقدرية الأنثوية العوامرية المزيج السلامية مزيج من مختلف الفرق. احنا اخذنا النسوي حاولنا نحل عليهم ثم اللي اورميهم بلمسيت خفيفة ثم اللي بدلنا كومبليتمون الملحان او خذينا حاجة نجم تقول اللي هي جديدة مثلا نجم ندخل فيها حاجة غربية هكي لمسة زي حلوة شو ثم نتعنا هزية تقولوا خوفي حاجة راقية برشا تجديد وضبط معاها الاليه حديثة جديدة في رونق كبير كبير برشا جديد الروحانية في صحة في معنى الروح يوصل للقلب المجتمع. شكرا نحن مثلا العمل والاختلافات كل عمل مختلف عن الحوث. نحن ندخل قل كنا في حضرة ندخل بورد قدوم إلى يومنا هذا ندخل بورد قدوم نعرفنا زيارة عندما يكون كانوا يدخلوا بأجهزة زير زير نحن عندنا توجه اخر عرض ممتعنا متاع الانثوية متاع كل انسان والا كل قايد عمل والا قايد مجموعة يحط عرض الشيخ جيم ويعرف شنو التفاصيل شنو المتطلبات تاع الجمهور متاعنا لهنا في تونس ودوينا وان شاء الله نمشي ونطور ونمشي ونقدم ونمشي ونحسن أكيد ما أكيد كما قلت أنت الأعمال كثيرة أما كل واحد عنده رؤية متاعه أكيد أنت عندك فلسفة تحب توصل بها من خلال العمل هذية حاجة بس ما تحب تتركها باش ما تقعدش معناتها العمل متاعك ربما يشبه للأعمال الأخرى وكل عمل راح تقلب البنة متاعه وإحنا شفنا برشا عروض معناتها من نوع هذية اللي تبنيه الموضوع التركي وكل عمل ومحليه وكل عمل معناتها والبنة متاعه وكل عمل هكايا واللون نتاعه ثم شكون يقول لك معناتها بعض النقاد يقول لك كسروا لها اما ثم معناتها نقاد اخرين وباحثين اخرين يقول لك اللي الموروث الطرق نتاعنا يعني معين لا ينضب كبير تنجم تجبس منه كل مره تسدد فيه كما قلت انت مع الليتوش اللي يحطهم معناتها كل فنين وراهو نجموا نستغلوه الموروث هذايا معناتها عشرات السنين. أنا مش نقول له حاجة اللي قال تسرولها ما نجمش له ما نقول حديثيا ما نقول له حضرة ما نقول له شماء ما نقول له الباب الفخار بتاعنا والقلة والتفكيري ونجمه نخرج من كسرة ما نجمه لندخل حديثيا ما نجمش نخرج من كسرتنا نزلنا نسمعه وعندنا حاجة أخرى نسمعها أحسن من ما كنت سلطان يا شيخ محرز ويا شاد يا بالحسن وليلى ليلى حضرة وديوان لو كان فما حاجة تخلينا هي احنا مو مصدق عندنا اكثر سيدي منصور وسيد عقارب وعندنا سيدي منصور وعندنا سيدي عقارب وعندنا دونك هذايا كله نخدموا رجعنا احنا برشا حضرات لو كان الموروث هذايا عندنا مخير منه هيك تصب لو كان معناتها على كل فرح الحضره ومحبوبه الكل وحتى في الشيخ مثلا عندنا حضره وقت نسمع حضرات اخرين وننسى الشيء ونستمتع في كثير ضد الحضره الجنسيه والجنوبيه والشماليه والساحليه دونك كما قلت انت وفما معناتها بيحكيني يقول لك هذايا مخزن نجم ديما نخرجوا منه وما يوفيش الموروث هذايا حرب كبير برشا اي وكل واحد كيفاش يوصفه البحر هذايا. تعطيك كلمه الختام الفنان ماهر السميده. شوف انا نحب نوضح حاجه. تفضل. حضرت جيل المدينه وال هي الحاجه عندها 20 سنين. اما الفتوه الجديده اللي لفتها الحلمه الفكره بديت من الحاج بشير فجول. قاعدين نبرزوا على عروض خاصة عشان قبل يومين علاش اثنين نخر شوية قليلة ما فماش حتى شيء نخر دونك وكل على ربي قضينا الدوسي جاء الملفات ثم اللي يختلي ثم اللي يختار راهو
القطار شوية مخر بس فينا فينا أسباب من برشا مهرجانات وربي وفقنا إن شاء الله. شنو مواعيدكم اللاحقة؟ وحتى لو كنت ما قلت انت هاكم تبربوا العام الجاي وينجم يكون عام 2019 حضرتك حول الليل ان شاء الله حول الليل حول الليل ديما متواصله ديما نجدوا ديما نحاولوا نخرجوا للمتابعين وللمتفقين حاجه كثير وتكون في محتوى ان شاء الله عندنا نهار التسجيل مثل ما قلت يعني ان شاء الله في مهرجان من يومنا عندنا نهار 19 نخليه ان شاء الله ثم مواعيد اخرى قد نستنى في التفاصيل نشكر شكر خاص للمجموعه الكل اللي تعبت اللي طبحت اللي رقصت دار الثقافه اللي طبخنا وخدنا وطبخنا الصباح ونكملوا في الخدمه ونشوفوا ونعملوا ونجدوا وسميت وحضر وتجري انا كيف نقول ما عنديش عندي جروب نتاع سيودا عندي يعني زمارة شيء يعملوه حاجه جباره احنا حذرنا العرض نتاعنا هذايا تبدا اغتياطية شهر يعني شهر خرجنا عرضنا حاجه عملنا كومبلين بنحت الزهرة حاجه من الجمهور عجبت الناس شكل رهيب عمري ما شفت مهرجان يعني الناس ذوقت من الزهرة مهرجان الزهرة فريمون حاجة من أصعب الجمهور. إي كي تشوف السياق إن شاء الله نشوفكم معناتها في السياق في الجمهور زيد الصعيد برشا وإن شاء الله معناتها القايمين والقايمات على الثقافة يقتوي معناتها يقوموا باقتناء عروض فيها بحث يركزوا على التونسي ومعناتها يفقوا علينا من الجزيز وفنانين تاع 300 مليون والله من المنبر هذايا نمرر رسالة صغيرة شهرب جدا تنصي على المسؤولين على الثقافة كيفاش اعذروا للشباب فنانين احنا مش اعطيهم كسكس خلي يخدم عندنا برشا ناس خدمة برشا هذا تخدم كيفاش اعطيهم الفرصة كيفاش اعطيهم الفرصة خليهم للفترة اللي بدهم عليهم خاصة أنه مش شبيبك هاو شبيب وقاعد يقدم في أعمال فيها بحث المهم معناتها به العمر أما وقت تقدم أنت أعمال فيها بحث احنا كأعلاميين فدينا خاطر يوميا تقريبا نحكيو على الأعمال السينمائية والمسرحية والموسيقية الجيدة وبعد نشوفوا حاجات من برا مش معناتها احنا نشوف المنين وكل لكن زيد جديد قاعد ضايع واعمال بيينه تجاريه مش حتى نقولوا الفرق والا الفنانين اللي يقدموا اضافه ويسمعونا حاجه مختلفه على اللي نسمعوا فيها في اللي غادوا واللي يشوفوها في الروتانيت وغيرها دونك بالحق احنا بيدنا تبدينا وحتى الناس زيد بديت تفد كلمة الختام ماهر سيدة الف شكر لكم اللي هي رجاء ان شاء الله أكيد أكيد وقاعدين على الساعتين كاملين إن شاء الله. أظن إفتاح شفنا إفتاح نتاع الشيخ هذيك خاطر نحن جروب كبيرة. إن شاء الله يا رب. كبيرة من الفم والكي. والكي من نواحي الكل. والخبرة والمحبة. نشكر برشا 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 الوالدة والوالد اللي دعموني وكل من ساندني نشكر هدى محمود نشكر البوتيكيب. علي مسي حسين مسي خديجه نشكر ياسين ومحمد وقفه نتاع رجال نشكر فوزي مهدي دوله ماهر دوله كنت كيفش ما ننسى حتى حد باش ما نظلم حتى حد اي تشكيله حتى في الالقاب اللي سميتهم تشكيله معناتها قصه تندي للساحل ثم تنويعه كبيره برشا دونك نشكر كل من حط ثقته فينا وجانا شكر كبير لسنان ايوبي اللي فريمون انا انسان فرحان برشا اللي عرفت انسان اسمها سنان اللي عرفت انسان متطور قديش خدامه وكلها طاقه ما شاء الله حتى من كل حاجه كان كل حاجه شوف خلي توا كل شيء على شيره والله تفتحوا لغه اخويه حتى وبش تلقائيه والله ما تتوسع باش خدامه والله كي نشوف انا انسان خدامه شعله نتاع نار عرفت تفرجيت عرفت
تكون هكذا حتى عندك طريق صحب عن قطة لأنه هذين الناس اللي هم تتشجع هذين الناس اللي هم تتدعم هذين الناس اللي هم بحق هكذا كنت كنت خلينا نكون بحق نحن نجيب نغلين في المستويات بتاعنا هذين الحاجة اللي دينا أنا أقولها نشكر برشا 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 المدام مدام المندوبة نتاع نابل اللي حطت فينا في قطعة وصلت معاها نهار 19 نوال قديشي نشكر تتني وعلى راسهم غسان جابر اللي فريمون يعطي ألف صحة عمل جبار عمل جبار عمل جبار وليد سي أحمد سويتي نشكر بالأخص الأستاذ نتاعنا العلي بن بدور و أمين بن علي إن شاء الله ما نكون في حد حد إن شاء الله معناتها الشيخ الكل والأستاذ الكل والأستاذ الكل اللي عاونوكم في العمل هذايا وتنهلوا بالطبيعة من كما نقولوها من الموروث اللي خليوه ومن الخبرة نتاعهم وزيدوا عليها وتطوروها شكرا ليك الفنان ماهر السميدة هذايا كما نقولوها مداخلة على الحساب في انتظار إن شاء الله أن نحكيو بأكثر تفاصيل حول العمل هذايا وان شاء الله نشوفوه نجح وان شاء الله يجينا للسيق تبدا تشتي وان عامل جاي هاي المندوب الجهويه للثقافه مدام ربيعه بن زبير اكيد توصلها الدعوه وان شاء الله نشوفوا اعمال كما اعمال حضره الرجال باش نختم توا مع السيده نمشيو للبؤه ثناء الايوبي ثلاث سنين جلت معنا اهلا وسهلا مرحبا بك ثناء اهلا بك اهلا بك دكا بون نشكركم برشا بالحق يعني خجلني باهر واحد ما يعمل كان لي عليه يقولك اذا يعني اذا عملت عمل فاتقنه يعني ذي حاجه واحد تربى عليها تربينا نعاونه تربينا من شدوش المعلومة ولا من حاجة تحت نجم تعطيها أعطيها يعني impossible يعني عمرك ذا تبخل على غيرك لا بمعلومة لا بنصيحة لا بماديا كي واحد ربي يقدره يعني وربي يغنيه دونك هذوما حاجات واحد ترب عليهم الحمد لله نحب نحيي بابا وأمي برشا بشير الأيوبي مفيد إن شاء الله زد ربي يشفيها أمي الوالدة يعني صحيا في وضعية حرجة إن شاء الله ربي يشفيها نحيي برشا يوسف بعجيجة البروديكتور اللي هو زوجي هو ديجا مدير شركة مابرود اللي كان دائما واقف بجانبي هو ديجا أعطاني الفرصة إني كما قال يعني الطاقة اللي كانت عندي وخبرة سنين يعني وعمل كان واحد كما نقولوا نحن يخدم ديسكريتمون ما يحبش يظهر في الاعلام خاطر فما ساعات اخطاء واحد تحسب عليه يعني ما واحد ما يخرج للاعلام ويخرج للجمهور الا ما يحس يعني نسبه من النضج ومن الوعي يعني نجم يحكي نجم يقدم بروجي بالحق ينفع به صغار وكبار كيما لابتيت سيرين فيها عبر نصائح غناء جو ايماج مزيانه توظيف للتقنيات الحديثه وكيما رجال حضره المدينه اللي هو موروث ثقافي مزيان وانا نوعد العباد الكل ونوعد ماهر ونوعد يعني كل الفريق وديجا وعد مني ومن يوسف بعجيجة ودير شركة مابرود للعمل هذايا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بشي يولي في ابهى حلة باش نوظفوا كل التقنيات كل المعلوم يعني كيما نقولوا نحن الباك جراوند بتاعنا الكل باش نحطوه في العمل هذايا باش نحاولوا نوصفوا اللباس التقليدي اكثر لي تابي تراديسيونيل ذي دعوه زيد للوينتي ولا ليتيكا ولا الناس المسؤوله على التراث ولا اللباس التقليدي ولا المنتوجات التقليديه انهم يشجعوا الاعمال هذيا ويدخلوا علاش ليه بارتنير باش هو زيد يعرف بالمنتوج نتاعو كسوا كديكور ولا فما برشا حرفيين ومسؤولين على اللباس التقليدي فما برشا ناس تخدم وتحب تطور البلاد وتحب تنشر الاعمال نتاعها دونك هذه فرصه العمل هذه ان شاء الله باش يدور تونس كامله وان شاء الله يا ربي يوفقنا ويقدرنا ان نسعدوا العباد نفيدوا العباد ومشكورين على الاستضافه عبير ونشكرك برشا برشا تذكر جد عنا برشا توا من الشيق قاعدين يصيفوا في بنزل موعدكم القادم 1 اوت ان شاء الله العشرة نتاع الليل في بالي في مهرجان بنزرت الدولي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نهار الاربعاء 1 اوت في مهرجان بنزرت الدولي العشرة نتاع الليل برشا مفاجآت تستنى فيهم كونوا في الموعد ان شاء الله ديجا عرض يدوم ساعة ونص فيه 12 ممثل
ce montage de costumes, décollage zahma, projection vidéo, lumière, son, cocher synchronisé, agani déjà yani msajla w mlahna khassisa lel3rd yani ana ktabtu Ashraf Sharqi kan fi talhin intaj Youssef Ajaja l'amal hadi alhamdoulillah inchallah rabbi bchinel ajab benzartiya lkol و بعد مهرجان بنزرت عنا لزوز أوت في مهرجان سوسة الدولي وإن شاء الله 19 أوت مهرجان أريانا الصيفي مشكورين مديري المهرجانات الصيفية ولكل الطاقم اللي يشتغل في المهرجانات ويسهر إنه ديما يجيب جديد وديما يعطي الفرص للليجون ويعني مش حتى الفرص للليجون حتى الأعمال يعني نجم يكون كبير في العمر وعنده عمل ينجم يعني يعجب العباد ويعني ويكون عنده نجاح كبير دونك عايشه نحب كثير بلشه ليك يعني نشاط وحيويه بسم الله ربي يعطيك كل الخير والنجاح تحيه جدا لاشرف الشرقي كل محبه ليه هو والفنان ماهر سميده وان شاء الله كل النجاح لميار الحريه الصغيره وللعمل الفرجوي الموسيقي الضخم اللي باش يكون في العمل 2019 ان شاء الله بركه حاجه بركه عبير نحب نذكر العباد راهو الحريه الصغيره ميار لاتي سيرين بميار راهو بالعربيه الفصحى يعني ماهوش بالفرنسيه كما برشا عباد يتخيلوا فيها 12 مفهومة وبسيطة وسلسة وكل المعاني الحلوة عايشك شكرا عبد 58 سيفة هاتا نكون وصلنا لنهاية البرنامج الخالي مكاني بعد شوية زميلتي بقسم الأخبار بعد نحمد من العشرة حتى النص الليل باش رفقتم زميلي فيصل الجيش كل عادة مع المبدعين نتاعو في السالون الثقافي